حموكشة بقولك ايه؟ نعم، في واحدة صاحبتي هي وجوزها هيجوا يقعدوا عندي كام يوم. ايه يقعدوا عندنا كام يوم؟ ليه يعني؟ عندهم مشاكل في الشقة بتاعتهم، هيقعدوا هنا شوية بس وبعدين هيرجعوا تاني. صاحبتك مين دي؟ صاحبتي اسرة. لا 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 مش كويسة الست دي، لا 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 استحيل انا ادخلها بيتي. لا بص بقولك ايه، قولها اي حاجة. يا حموكشة الناس لبعضيها، دول شوية صغيرين وهيرجعوا بيتهم. ده كلام كلام بس بيتقال، ولا هترجع بيتها ولا نيلة، وهيعجبها الجو هنا وهتقعد وهتلبس. صدقيني واسمعي كلام. معلش بقى اهي شويه وخلاص، الناس لبعضيها برضو. الناس لبعضيها بس مش مع دي. يعني هتعمل ايه يعني؟ ده هي يومين وهتروح، ايه اللي هيحصل يعني؟ خليكي فاكره ان انا قلتلك بلاش. خلاص بقى يا حموكشه، هما يومين. ماشي يا ستي براحتك، قلبك الطيب ده ونيتك الكويسه هي اللي هتوديكي في داهيه. معلش برضو اهو كله لله. ماشي يا ستي. نورتي يا حبيبتي، اتفضلي. ده نورك يا تنكه هانم، البيت هنا كبير قوي وحلو قوي. اه وكمان مميز. اه يا حبيبتي كبير ويسعنا لحد ما تخلصوا المشاكل اللي في بيتكم براحتكم. ايوه طبعا. بس هو انتوا جايبين شنط كتيره كده ليه؟ هو انتوا ناويين تقعدوا العمر كله؟ اه قصدي لا، بس احنا بنحتاج هدوم كتير وحاجات كتير. اه اتفضلوا. انا نضفت لك اوضه الاطفال. اوضه واحده بس؟ ممكن اوضه تانيه عشان احنا بنحب ناخد راحتنا. ليه عايزين اوضتين ليه؟ كل واحد فيكم هيقعد في اوضه. ايوه يا استاذ حموكش عشان كل واحد يبقى براحته. شفتي يا ست هانم من اول اهو طمع في اوضتين، بكره ياخدوا الشقه كلها. لا 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 مش هيحصل الكلام ده. والله انت غلبانه. طيب احنا هنروح بقى نستريح شويه، يكون الغدا جهز. شفتي وكمان عايزين نستريحوا، وانت تروحي تعملي لهم الغدا والعشاء بقى. اشربي بقى يا اخويا. ماشي ضيوف بعد شهر. يا اسره اسره. ايوه يا تنكهان. هو يا اختي ايه الخط اللي انت عاملاه ده؟ دي الحدود بتاعتكم عشان ما تعدوش الحدود بتاعتنا، عشان كل واحد يبقى براحته كده. انا قسمت الشقه بالنص. ليه يعني يا حبيبتي عملتي كده؟ انت كلها يومين ومروحه، ليه بتقسمي الشقه؟ لا ما احنا هنقعد معاكم اكتر. اه الشقه بتاعتنا لسه فيها مشاكل، ويمكن ما نعرفش نرجع الايام دي خالص، فعشان كده احسن ان كل واحد يبقى براحته. ماشي يا ستي لو هيريحك كده. ماشي ماشي. ايه انت بتقسمي الشقه بتاعتنا ليه؟ وانت بتتحكمي فيها ليه؟ انت جايه هنا ضيفه. لا انا مش ضيفه، انا صاحبه بيت. ايوه طبعا يا حبيبتي ده انت حبيبتي. طيب قولي لجوزك ان انا هنا مش ضيفه واعمل اللي انا عايزاه براحتي. عاجبك كده يا ست هانم؟ اه خدت نص الشقه. يا اخويا يعني هي هتاخدها على طول؟ ده هي شويه بس عشان تحسي كده انها براحتها يعني، وبعدين هتمشي. هتمشي وبيقابليني بعد 6 شهور. انت يا استاذه اللي جوه، انت والمدام بتاعتك. نعم يا حبيبي. بتزعق كده ليه؟ الهدوم بتاعتنا وحاجتنا كلها مش موجوده، راحت فين؟ حطيت لكم هدومكم وحاجتكم في الشنط. وانت حطيت حاجتنا في الشنط ليه؟ علشان تاخدوا هدومكم وتطلعوا بره. نعم نطلع بره فين؟ دي شقتنا يابا انت عبيط. خلاص ما بقتش شقتكم، بقت شقتنا احنا. والله وده بأمانة ايه؟ ان شاء الله بأمانة ان احنا الاقوى. مش هتقدروا تطلعونا من هنا، وانتوا اللي هتطلعوا. اخفى عليكي، وانا اللي عملتك صاحبتي ودخلتك بيتي، ويعني وديتك كمان نص الشقه تعملي اللي انت عايزاه براحتك، في الاخر بتطلعي لي هدومي بره وتكرشيني بره بيتي. محدش قالك تساعديني وتعملي كده. انا غلطانه ان انا ساعدتك؟ لا بقول لك ايه، انت مش قدي. انت اللي مش قدي يا حبيبي. يا لهوي وكمان بتضربوا جوزي. نزل رجلك دي، انت مش قدي قلت لك. يلا اطلع بره احسن ما اجيب لك اهلي يقطعوك. يلا يا حبيبتي انت وجوزك مع السلامه. اقصى عليكم، ناس ما عندكوش ذمه ولا دين ولا اصل. اطلعوا بره. كفك يا حبيبي ضحكنا عليهم. ما يقدروش علينا ابدا. طب افرض جابوا اخواتهم؟ اخواتهم مش هيرضوا يجوا. اطمني يا حبيبتي محدش هيقدر علينا. عاجبك كده؟ مش قلتلك بلاش، ادينا بقينا في الشارع. اه والله يا حموكشه يا ريتني سمعت كلامك. الناس دول ملهمش كلمه ولا عهد ولا مله. بس احنا مش هنسكت، احنا لازم نروح نقول لاهلنا واخواتنا. هيعملوا ايه يعني اخواتنا؟ هيقفوا جنبنا ويساعدونا لحد ما نرجع شقتنا. محدش هيساعدنا وهيقولوا انتوا اللي غلطانين. بس لا في الاخر احنا اخوات، ويستحيل هيسيبونا كده. انت بيتهيألك. لا ما بيتهيأليش وهتشوف. استحيل هيرضوا باللي انا فيه ده، احنا اتكرشنا من بيتنا وكمان اتضربنا. وانت عارف ان احنا اخواتنا كتير ما شاء الله. اخواتنا كتير ايوه، ولو اتجمعنا مع بعض محدش هيقدر علينا، بس احنا دايما متفرقين. طب هروح لاخويا اللي قريب مني ده، اللي قريب مني ده حبيبي وعلى طول بيساعدني. ايوه ممكن يساعدك بس هيبقى لوحده، هيعمل ايه ولا ايه؟ اخويا ده صحيح لوحده بس ما شاء الله عليه عنده قوه وكفايه قوه ايمانه، وعمره ما شافني في ضيقه وتخلى عني. وانا واثقه لما اخواتنا التانيين يشوفوه واقف جنبي اكيد هيجوا جري ويساعدوني. مش كده ولا ايه؟ هو الاخ ينفع يسيب اخته؟ وانا مش اي اخت، ده انا اختكم اللي انتوا كلكم بتحبوها.